السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار سوق الكريبتو. بهالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن تحليل عملة البيبي وراح اتكلم عن تحليل البيتكوين وسوق العملات المشفرة. اول اصدقائي من بالفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. اول اصدقائي خلينا نتكلم عن تحليل البيتكوين. انخفاض كبير للبيتكوين من مناطق 27800 واليوم لمسنا مناطق 26600. انخفاض كبير جاء بعد اجتماع الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، من اجل الاتفاق على رفع سقف الدين العام. طبعا اصدقائي امريكا من الضروري ان ترفع سقف الدين العام حتى تحصل على اموال من البنك الفيدرالي الامريكي. طبعا اذا ما حصلت على اموال ما تم طباعة الدولار، امريكا راح تعلن عن تخلفها عن سداد الديون المفروض تدفعها خلال شهر يونيو اللي هو شهر 6. الى حد الان اصدقائي لم يتم الاتفاق، وعندي 40 عضو من كلا الحزبين تأكد تصويتهم ضد قانون رفع سقف الدين العام. يعني عندي عضوين او عندي 40 عضو عفوا عم بيرفضوا التوقيع لرفع سقف الدين العام. هذا الشيء بصراحة سلبي جدا للدولار الامريكي وايجابي للاسواق العالمية واهمها سوق الذهب والكريبتو. لكن اصدقائي بالامس بايدن بعد ما طلع واكد عن رفع سقف الدين العام، انخفض جميع الاسواق، انخفض الذهب من مناطق 1970 وانخفض البيتكوين من مناطق 27800. شو بالنسبة لعملة البيبي اصدقائي، خلينا نتكلم عن تحليل سريع لعملة البيبي. حاليا عملة البيبي اصدقائي عن دعم مهم تقريبا عن مناطق 0.5011، وارتدد منه هذا الشيء ايجابي جدا لعملة البيبي. حاليا ممكن نتوجه لتلامس منطقة الموفيك ابرج 200 هي عند منطقة 0.5016 او عند اختبار الترند الصاعد مرة ثانية، يعني ارتفاع تقريبا بنسبة 20%، واذا لمسنا منطقة الموفيك ابرج 200 يعني ارتفاع بيوصل ل 25%. حاليا اصدقائي عملة البيبي صراحة رغم هبوط البيتكوين الا ان عملة البيبي عم ترتفع بقوة كبيرة جدا. حاليا هدف العملة اصدقائي ما بين 20 إلى 25% ارتفاع، وان شاء الله هذا الهدف راح يكون، راح ندخل بصفقة على جروب التوصيات، جروب حساب مستر كريبتو. حاليا اصدقائي بالنسبة للبيتكوين بعد ما كسرنا منطقة 27500 اللي تكلمت على التليجرام وقلت لكم احذروا مناطق 27500، في حال الكسر والاغلاق اسفل هاي المنطقة راح نتوجه لمناطق 26500 إلى 26000. طبعا هاي مناطق التجميع السابقة. حاليا اصدقائي نحن عند منطقة ارتداد سابقة اللي هي منطقة 26500 إلى 26600، لكن في حال الكسر وفقدان هذا الدعم راح نتوجه لمناطق 26000 دولار اللي هي مناطق الارتداد السابقة اللي توجهنا منها لمناطق 28500. حاليا اصدقائي اذا تأكد الارتداد ممكن نرجع مرة تانية نختبر مناطق 27500، او اذا فشلنا بعات الاختبار مرة تانية فراح يكون عندي فشل لعمليات الضغط الشرائي، لهيك راح نتعرض لضغط بيع كبير وممكن نكسر منطقة 26500. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.